لله اولاد بلاد اللي الفرق اللي بين احنا هو اللي يقول عنه انا الزي واللهجه والعادات والتقاليد. احنا عاداتنا ممكن عاداتكم عادات اهل الشمال ولو كي عادات اهل الداخل الثاني. الحمد لله مغاربه بطبيعه الحال، احنا مغاربه راه كنقول لك الاختلاف اللي عند اللي بيننا في اللباس الزي قلت لك الزي واللهجه والعادات والتقاليد. صراحه كلنا مغاربه ترايا واحده وتحت الحمد لله حكم صاحب الجلاله نصر الله، الا ان كنبغاو يعني الفارق اللي بيننا او الاختلاف في الثقافة، يعني الثقافة الحسانية ما يكفي الثقافة في الأقاليم الجنوبية بحكم الزي بحكم العادات والتقاليد، ولكن الحمد لله كلنا كنبقاو مغاربة، كنبقاو يعني عندنا توجه واحد، عندنا يعني ياسر من المسائل اللي كنتقاسمها مع الأخوات ومع الإخوان ديالنا في الأقاليم الشمالية. مقام سعيد إن شاء الله، وحنا ما عندنا اختلاف لا من الشمال ولا الجنوب ولا لا اختلاف الزي التقليدي واختلاف اللغة، وحنا مغاربة كاملين وحنا خوت ومسلمين ولا عندنا أي خلفية، ما عندناش اختلاف لا فرق بين عجمي وعربي، إلا حنا عندنا اختلاف لا في الزي ولا بالنسبة للباس. حنا بصفتنا اللهجة ماسيالي والتوموسية غير، حنا مغاربة من فرجل الكوارة من عهد السلطان الأكحل، احنا سياني إلى حد الساعة، التاريخ مخليونا نبواتنا وجدودنا، أنا أبويا بايع سيد محمد الخامس عام 1950 البيعة، وإحنا مغاربة 100% غير احنا لهجتنا وزينا وكل شيء وكيفكم، أنتم عندكم الجلابية وعندكم تعدال اللي ما نعدكم، احنا عندنا اللي نعدكم، عندنا الزي الصحراوي، الملحفة، الإزار، النقشة، الخيمة، الكسكس، الرحال، الشيء هو عندكم ما عندكم، عندنا احنا. السلام عليكم.